Hello guys, مرحبا بكم في فيديو جديد. Yes, it's a glow up video. شحال هادي مدرت لكم شي فيديو بحال هكا لايك فريمون شحال هادي. عرفتو توحشت بزاف هاد الفيديوهات، كيعجبوني بزاف نصورهم، كيعجبوني نديرهم. Of course الglow up ديال اليوم شويه مختلف، حيت كيف ما قريتو في العنوان انا عندي هاد الglow up حيت انا مسافره. حيت ما غاديش نقول لكم فين مسافره حيت ما عندي لكم سسبنس. داكشي غادي ندير حمام مانيكور بيديكور، وغادي ندير الضفاري ديال يدي جيل، و رجليا غادي ندير سيمي بيرمانونت. اوف كورس غادي نصايبو شعرنا. سبيكين اوف شعري نسيت ما ندير الزيت. المهم غنمشيو ويحال الله. اصلا انا معطله وباغا كنحلم وباغا ندير هادشي كامل، ولكن ان شاء الله غادي يقضني الوقت. باي ذا واي كندير هاد هر زمان، بزاف ديال البنات كيسولوني كيقولوا لي كي جات صراحه جاني مزيان صراحه. لايك فاش كنديرو شعري كيخرج اكسترا 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 شايني، لايك يو جايز كيخرج شايني ديال بصح. دوشي شويه في شعري الفوق، صافي جايز جمعت شعري كامل. زعما درت له الزيت ودابا غادي نجمعو بحال هكا وغادي نطلقو حيت تعبت بحال ديما معطلة على الصالون. هاي جايز انا وصلت لأكدال، عرفتي اليوم الحد وقضية خاوية في أكدال، عمري ما شتو هاك خاوي. شوفو اخوة، وصلت للحمام ودخلت، دابا غادي نحيد حوايجي ندخل. You guys عرفتو واحد التحمحيمة سانك قليلة فحقة. اوكي قد الكل نشوف يعني عادو شحال هادي ما تحمحمت التحمحيمة، والله شحال هادي. شوفو كتعرفو تحمحيمة واعرة الى خرجو يديكم بحال هكا وسقطو هنايا، عادو شحال هادي ما شت يدي هكا ملي كنت صغيرة كنت كنبقى في الما بزاف. ما علينا، هادشي مهم انها كانت حمحيمة زوينة. دابا نلبس حوايجي، غادي نشوف شعري شويه باش ما يضربنيش البرد، وغادي نمشيو نشوفو باش غادي نبداو. ما عرفتش غادي نبداو بضفاري ولا شعري ولا ارانوم. صافي غنشوف شعري ونمشيو باش نبداو. alright guys so دابا غادي نبداو بضفاري هو اللولين. This is the before. عقلو عليه مزيان حيت الافتر يكون زوين. I think غادي ندير شي حاجة سامبل، لايك ما بغيتش ندير ديزاين على ود إلا سافرت غيجيو كاع لي بوست لي غادي ندير في انستغرام فيهم نفس الضفار، فهمتوني؟ فغادي ندير شي حاجة نيوترو باش هكا يو نو فهمتوني شنو بغيتكم. نبدا في البيديكور وجاني الجوع، سو غندخل دغيا لماكدو ناخذ شي انا نو مش هي الصالاد ديال ماكدو. عرفتي شحال هادي ما كليتها، شحال هادي ما كليتها فريمون شحال هادي، سو تشهيتها هادشي اللي كاين. غادي نمشيو ناخذو صالاد ومن بعد نرجع باش نكملو هاد الحاله. شوفوا حالتي كي دايره، هادشي اللي كاين. ليتس جو. Thank you.
انا هذا اول مره نجربها ما عمري شفتو. قلت نجربو مع صوص باربيكيو. Guys, دابا hair time. صايب واتش. Hi guys, كيف ما كتشوفوا جمعة شعري فوق راني باي ذا واي ديجا صايبتو ولكن دابا جمعتو الفوق حيت it's skincare time, my favorite time في هاد البروسيس ديال الجلوب. ولينك هو skincare حيت كنحماق على ندير skincare. و كيفاش نقول لكم هكا it's me time وكيكون هكا زين و I love it. جبت كاع داكشي اللي اللي خصني نستعمل. جوج ديال الماس كاملة ما جربتهم هذا اول مره نجربهم. هذا ديال الاندر ايز ديجا جربته وهذا حتى هو يلاه خديته من عند ايدر حتى هو عمره ما جربته ديال لا مارك كيلز. هذه انا معروفه بزاف و فيفريت ليب سكراب حتى هو كاين. و اوف كورس ما غاديش نساو علاش نبداو بهم الاولين. هادي يا ربي هاد الستاك ديما تخليني الحموم هنا كلابس عويلة عندي فخاك مع الشتوم بزاف ديال الحبوب. I think هذا غير ستريس حيت فغيمون أنا ستريسي عليا باش مع التوجيه هاد الصفر وداكشي نهدي وريكم هادشي ممزيانش ما علينا. واحد جوج تلاتة دابا نحيدو في ثلاثة في ثلاثة واحد جوج ثلاثة أمي. أوكي سو هاد ستيب دان. ناخد شوية ديال الزيت وغادي نديرو هنايا باش تحيد ليا داك لاصيغ ميبقاش نو ستيكي. كيفاش خاصكم ديرو الكلينزين لوجهكم تانا نوريكم. كتشدو أي حاجة كتغسلو بيها وجهكم كديرو بحال هكا ويكونوا يديكم ناشفين مازال ما قصوهمش الماء اولا تغسلو اوف كورس يديكم وتنشفوه فهمتوا. وكتشدوا هذاك ان يو لاذر ات لايك ذيس وديروا له هكا 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 خاصو يرغوي في يديكم ماشي في وجهكم. والصراحه جربتها و جيم تشينجينغ ليش هادي بحال هكا هكا لاجعلي يديكم تولي بحال هكا وعاد تصاوبوه في وجهكم. هو فاش كديروه في الاول it feels weird like كيجيكم في شكل كيفاش نقولكم ثقيل ولا ثقيل هكا. و حتى الا كنتو دايرين المكياج جربوا هاد القضيه هادي عادي كيحيد كاع المكياج. عندي شويه احمر سو غادي نخليه واحد 5 دقائق ولا حتى 10 دقائق عاد عادي نرجع وندير لي ماسك وكاع داكشي حيت ما بغيتش نزيد you know I don't wanna irritate it more أكثر ما هو مديرونجي دابا حيت يلاه درت لاسيغ سو مثلا هاد القضية سنسيبل مبغيتش ندير فيها بروداكت دابا سو نرجع من دابا 10 دقائق. حان الوقت دازت واحد شي شوية كنحس بوجهي برد وهاد البلاصة مبقاتش سخونة وشاعلة فيها العافية سو دابا نقدرو نبداو. أنا مي أو ماي غاد كنتبدل كن علاش كنشوف راسي في المراية خاصني نشوف فيكم. I'm so sorry. صحيح غادي نبداو بالسكين كير ما عرفش بأي حاجة خاصني نبدا هو الأول. ويت ورا جوج واحد بينك كلاي واحد جيلي ماسك سو اي ثينك هذا هو الأول وعاد هذا هو الأول عندي ولكن عاوني ما جربتو. اوه ويتس بينك دا اتس بينك كلاي انا بيا شنو كنتي كتوقعي. اوكي سو هو هذا شتو بدي ندير فوجهي just like that. I'm so sorry اللي كنشوف هنا راه كاين المرايا داكشي علاش. أليشا بغيت كنت كنصنت لها الأغنية أليشا.
قصوات باقي فيه شي شويه، ماشي باقي فيه شويه، باقي فيه بزاف. صافي غادي ندير يديا وري غانا جلو اب هاد المره. او ماي جاد جايز، عقلت على الاغنيه. ويت او ماي جاد، ما نقدرش نضحك، الماسك بدا ينشف. غادي نغسل دابا هاد الاشياء اللي درت. مي بديت كنغسل وجهي وانا الماء بدا تيدوز ليا من هنا، واي هيتت وتفكرت بلي خديت هادو المره اللي فاتت من علي اكسبريس مع هادي، كديروا لهم بحال هكا بيرفكت. دابا غادي نغسل وجهي عادي. نيكست غادي نديرو هذاك جيلي ماسك، اي ماسك بحال سمو سكين كير ويزاوت ميوزيك. سكين كير ما والو، انا نقول لكم الا كنتو كديروا سكين كير وما كديروش معاه الموسيقى كمان. Guys, غسلت وجهي عاوتاني فوالا، عزيزتي انتي وليت لايك ليترالي وجهي تنقى، كنحس بيه تنقى. نديرو سكراب ديال ليبس، بدا تينشف وجهي، بدا تينشف شي شويه حيت ما نشفتوش في الفوطه بحال اللي قلت لكم قبيله. سو دابا غادي ندير هذا ديال كيلز اللي قلت لكم قبيله، هادي اول مره غادي نجربو، ما جان عمري ما جربتو. انا عمري ما جربتو لكن اختي جربته، هادو محلول. اول شي نقول لكم هو مصايب افوكادو، سو غادي شنو راه داير بحال لافوكا عصرتوها اولا بغشتوها درتوها في بواطه بحال هكا، لايك ليترلي حتى الفيلينغ تجيلي هكاك بحال لافوكا. بس غادي نديرو بحال هكا في وجهي وغادي نرجع، ولكن نتوما عارفين شنو غادي نمشي ندير، نمشي نتصنت الموسيقى ونشتح. صحيح غادي نتسنى واحد معرفتش شحال هني كاتبين. leave it on for 15 minutes. اوكي سو 15 دقيقة ومن بعد غادي نغسلو. غسلت هذاك الافوكادو ماسك اللي كنت دايره، هادي حيت كانت مزيره ليا على راسي. فوالا نحيد واحد هادي حيت صافي ما غاديش نعاود نغسل وجهي من ورا هاد الشيء. غادي ندير لاست ستيب، عارف اني كنشوف ليه، ام سو سوري. لاست ستيب هي هاد كودالي هذا تونر، ندير بحال هكا في زيدتي مزيان. And you do this. Alright guys, I'm done. هذاك التونر كان هو آخر ستيب في سكين كير. Literally you guys, I'm glowing. شوفوا لايك بشعري مصايب وشوية ديال سكين كير كنبان حسن بزاف من هذيك اللي بدات الفيديو. كنحتاج لا مكياج لا والو، واصلا ما غاديش ندير مكياج في هاد في هاد الجلو اب حيت دابا غادي نمشي نصور لكم فيديو جديد. غايز حنا وصلنا للخر ديال الفيديو، بليز خليو ليا في الكومنتير لتحت جاكم الفيديو وقولوا ليا فين كيبان لكم غادي نقدر نسافر. ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ، بليز رجعوا في فيديو جاي حيت غادي يكون زوين، غادي يكون prepping back with me to travel. رجعوا في فيديو جاي و see you in my next